بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم في برنامجكم الرضا حياة. برنامج الرضا حياة هو أسلوب جديد لحياة جديدة بنعيشها بأفكار خلاقة بتساعدنا أن احنا نعيش حياة سعيدة فيها راحة بال، فيها طمأنينة، فيها ثراء، فيها رخاء. بنجذب لحياتنا كل ما نريده ونحتاج إليه. مختصر الكلام في الرضا حياة أنه هو الطريق اللي بيحقق لك كل ما تطمح إليه في حياتك، سواء على الجانب المهني، الجانب الأسري، الجانب العملي، تربية الأولاد، علاقات شخصية، علاقات اجتماعية، جذب مال، جذب ثراء، جذب صحة. المهم أنه هو يعني هو الطريق لتحقيق كل ما نرغب إليه في حياتنا. في الحقيقة أن ليس معنى الرضا أنك ترضى بالوضع اللي أنت فيه دلوقتي ولا تتطلع لما هو أفضل وأحسن، لا. أنا كنت في رايح مرة أصلي صلاة الجمعة في إحدى المحافظات، يعني وجدت أن كل الخطباء بيخطبوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. كانت القصة اللي كله بيتحدث انك انت ترضى بالفقر اللي انت فيه وترضى بالوضع المزري اللي انت فيه، وهو ده اللي بيحبه ربنا. انا بصراحة مش عارف هما جابوا المعنى ده منين، لكن المعنى ده مش موجود بس في مصر، لا، لما طلعت بره مصر برضو في احدى البلاد العربية، وبرضو يوم الجمعة برضو الخطيب بيخطب في نفس المعنى وبيقول كلمات غريبة جدا، يعني وكأنه بيقول للناس خليكم فقراء، خليكم كده بالوضع اللي انتوا السيء اللي انتوا عليه. ومن الكلمات اللي انا اتذكرها له بيقول فيها ان المؤمن دايما ربنا مضايقه عليه شويه، والكافر ربنا يعني مبحبحها او عطيها له بكثره ووفره. مين قال هذا الكلام؟ بالعكس، ماذا سيستفيد العالم من الفقير او المريض؟ لن يستفيد شيء، لكن الثروات اللي في الكون هي لك انت، ربنا خلقك وخلقك سيدا على هذا الكون، ويطلب منك أنك أنت تستعمر وتعمر هذا الكون وتستفيد من الثروات الموجودة فيه. في بعض الناس بيرضوا بحالتهم، يعني أنا طلعت مثلا في بلدي لقيت شخصية بيشحت من الناس، يعني رأي كيف في السن. أنا سألت عليه لقيت أنه هو يعني كان من الناس الأوائل اللي هم سافروا إلى دولة الكويت قديما، يعني كان ده في السبعينيات مثلا، وبعدين قعد بدأ أنه هو حالته تدهور بدأ يشحت. المشكلة مش في ان هو بدأ ان هو يتأقلم على هذا الوضع، اولاده طلعوا برضو على نفس المنهج، محدش فكر ان هو يعني انت بترضى. صحيح، الرضا هو يعني عايز اوصل لكم معلومة عشان ما الناس تفهمها كويس. الرضا انك بترضى وتتقبل ما قدره الله لك الاول، لتفتح مجالات الطاقة. المجال الطاقي بتاعك مسدود طول ما انت عندك حالة سخط وتذمر، سواء كانت مشكلة، سواء تربية أولاد، سواء علاقتك مع زوجتك، سواء علاقتك مع الناس اللي معاك في العمل. يعني احنا بنقابل ناس سيئين وناس ذو طباع سيئة، يعني لو احنا تقبلنا هذا الأمر منهم، تقبلناه، بنجد ان احنا يعني المجال الطاقي بتاعنا بينفتح، وبنجد ان في تغير في معاملته بعد كده بتحدث. انما طول ما انا بعمل مقاومة وبعمل سخط وبعمل تذمر، هنا الأمور بتزداد سوءا. المشكلة أن هذا الشخص يعني هو بدأ أنه يشحت، أو لو طلعوا نفس النهج، الأحفاد برضو طلعوا نفس النهج، يعني هي بقت سلسلة كل متوارثة. طبعا ده هذا الخطأ. عاوز أقول لكم أن حلولنا لمشاكلنا كلها بتنبع من الرضا والقبول. كل شيء بيحدث بالقبول، وإذا حدث القبول حدث الرضا، وهي ديت يعني القضية أو المفهوم اللي احنا عايزين نوصله للناس. كل شيء إذا أنت تقبلته فبتحدث عندك حالة الرضا. من الأمور اللي هي بتؤثر علينا وتجعلنا في حالة سخط وعدم رضا، اشتهاء ما عند الآخر. اشتهاء ما عند الآخر، يعني الرضا هي بيعلمك أن تقنع بما هو عندك ولا تشتهي ما عند الآخر. حتى الفراعنة القدماء فطنوا لهذا الأمر جيدا، وبتاع حتب بينصح الناس بيقول لهم: إذا أردت أن يكون سلوكك حسنا وأن تحرر نفسك من الشرور والآثام، فاحذر أن تشتهي ما يملكه الغير، لأنه مرض عظيم وحقيبة ملأة بالخزي والتأنيب. من يشتهي ملك غيره لا يكون له قبر، لا يكون له قبر.
ولذلك الكون يعطيك، او جوهر الحياه يعطيك ما تريده، اللي انت عاوزه هو هيديهولك. بس في اشكاليه، ايه هي؟ الاغلب الناس ما بيتوافقش، يعني لا يتوافق التردد بتاعه، او لا تتوافق ذبذباتك الفكريه مع ما تريد. انت عاوز المال صحيح، لكن جواك الفقر. زي مثلا واحد بيدعي ربنا، يا رب انا عايز سياره وعاوز 1,000,000 جنيه وعايز، وبعد كده هو بيدعي يبص يقول لك الله، طب يجيني ده ازاي؟ يبص يعني يقارن ما يطلب من الله او عظمه الخالق ما هو وضعه الحالي. وضعه الحالي هو ما عندوش سياره، ما عندوش بيت، وبيطلب ازاي؟ فهو طبعا بيستكثر هذا الامر على الله سبحانه وتعالى، فكيف يعني ياتي اليه ما يطلبون؟ اول حاجه ان الحياه تعطيك ما تطلبه بشرط انك تتوافق الذبذبات الطاقيه بتاعتك مع ما تطلبه، بشرط الا تسلب الاخر ما يملكه. يعني انت لست في اي، يعني انت لست مضطرا ان تستقطع نصيبك من نصيب الاخر. ربنا سبحانه وتعالى ضمن هذا الامر وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وانه لحق مثلما انكم تنطقون. شوف انت بتنطق بايه؟ بالفقر ولا بالحسد ولا بالحقد ولا بالكراهيه؟ يبقى انت لست يعني مضطرا الى ان تشتهي ما يملكه الاخر. الكلمه، كلماتنا هي اللي بتعبر عن حالتنا، اذا كنا عندنا حاله رضا او حاله سخط. يعني انت لما تقول الحمد لله، الحمد لله معناها انك انت بتصف المحمود بصفاته سبحانه وتعالى، الرافع، القادر، الشافي، الرزاق، كل دي انت بتحمده عليها، فانت بتصف المحمود بصفاته، وهذا من اعظم الامور عند الله تبارك وتعالى. الكلمة يعني بيصفها الإمام الحسين رضوان الله عليه، الكلمة ما شرف المرء سوى كلمة، ما دين المرء سوى كلمة، دخول النار على كلمة، ومفتاح الجنة في كلمة، الكلمة نور. الكلمة نور، في بعض الكلمات أنت بتقولها لواحد شخص معين ترفع من روحه المعنوية وتحفزه أنه يذاكر، ان هو يجتهد في العمل بتاعه، ان الست تبقى كويسه مع زوجها، ان الانسان يتفوق في المهنه بتاعته. الكلمه ممكن يعني تكون كلمه ايجابيه، كلمه طيبه، انك تشرح بها صدر من يسمعها فينطلق للامام. الكلمه نور، وبعض الكلمات قبور. في كلمه اشد من الرصاص، يعني احد الكتاب يقول يعني تعتبر اعظم الاسلحه. الإنسان اختار الأسلحة النووية، لكن أشدها وأعظمها سلاح الكلمة. الكلمة ممكن تقتل بها إنسان، وإذا قتلت إنسان بالكلمة لا نستطيع أن نحاسبه. واحد بيتحدث مع شخص معين وبعدين يقول له كلمة تغضبه فينام، بيقول له غلطة، الصبح يكون في المستشفى، بعدها يتوفاه الله. لذلك إحنا بنقول للناس كل شيء إذا انتزعت منه الرحمة صار قاتلا، حتى الكلمة. الكلمة هي أشد شيء على الإنسان. ممكن شاب جاي لك مثلا ويطلب منك النصيحة، عنده مشروع، عنده فكرة، وأنت تحبطه بدافع مثلا من الحسد، دافع من الغيرة، بدافع أنك مستكثر عليه هذا الأمر، فبالتالي هذا الشاب ممكن تلاقيه بعد كده ينتحر. طيب احنا معانا دلوقتي اتصال. اتصال من أم جنى، اتفضلي. اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. ايوه معاكي انا. سؤال لو سمحت. ازاي نغرس الثقه في اولادنا؟ شكرا يا فندم. شكرا يا فندم على سؤالك، سؤال طبعا مهم جدا برضه في نفس السياق بتاعنا اللي هو الكلمه. احنا ازاي نغرس الثقه بالناس في عند اولادنا؟ احنا بيجينا الاسئله كثيره جدا سواء على الصفحه الشخصيه او احنا من خلال الاستشارات اللي بنقدمها للناس، كيف نغرس الثقة بالنفس عند أولادنا؟ عايز أقول لكم حاجة، نحن الذين نصنع شخصية أولادنا بكلماتنا وبأفعالنا، لكن الكلمة هي الأول. الأطفال، أولاد، عايز أقول حاجة للأمهات مهمة جدا على فكرة. الأولاد لن يتذكروا الأكل والشرب واللبس والأشياء الحلوة اللي أنتم قاعدين يعني بتعطيها لهم، لا، هم سيتذكرون الكلمات اللي هي أعظم من كل هذه الأمور. كلمات طيبة ولا كلمات سيئة؟ طول النهار قاعدة بتشتم في الولد أو البنت، ولا طول النهار بتديها كلمات معنوية، أنت متميزة، أنت شخصية راقية، أنت وأنت وأنت. الطفل نحيطه بكلمات إيجابية طول الوقت،
لكن احنا المشكله الغالبه على الاغلب الامهات والاسر دايما احنا اتعودنا على كده ولقينا المجتمع بالطريقه ديت، فاحنا طالعين بنطبق. مطبق ايه؟ ان انت حمار، ان انت ما بتفهمش، ان انت غبي، انت كل الكلمات ديت بتؤثر على شخصيه الطفل. قبل كده انا كنت بقرا في كتاب طفله بتحكي، يعني كان عندها حاله اعاقه عظيمه جدا، ربنا يشفي كل مريض، لكن هي يعني هي بتكتب في الكتاب بتحكي اللي لفت نظري حاجه مهمه جدا، ان هي يعني كل ما تتذكره هو الكلمات، الكلمات الطيبه اللي كان باباها بيقولها علي بيقولها لها او مامتها، كان دايما بيقولوا لها ان انت القمر طالع لك، انت الشمس طالعة عشانك، انت الدنيا كلها فرحانه عشانك، كانت في كلمات ايجابيه بتشعرها ان هي يعني اغلى ما عندهم. الدكتور العالم الكيميائي الكبير احمد زويل رحمه الله عليه هو بيحكي ان كان والدته بالذات كانت دايما بتحوطه بالايجابيه، حتى انها كتبت او كتبوا على غرفه هجرته دكتور احمد زويل. والدكتور احمد زويل يقول ان من اعظم الاشياء في حياتي ان امه كانت يعني تشعر ان هو اعظم شخص في حياتها. في خطوات اللي احنا ممكن نغرس بيها الثقه بنفس عند اولادنا، والحاجه ان احنا نمدحهم، نقول لهم كلمات ايجابيه، ان احنا نشاركهم في الحديث، دايما نخليهم يحكوا، ننصت اليهم والى كلامنا حتى لو كانت كلمات تافهه. يعني دايما الطفل عنده خيال واسع، فيعني ما تعتقدوش ان هو ده شيء وحش، لا بالعكس ده شيء ممتاز وشيء طيب جدا ان هو يحكي ويتخيل، لان الخيال سبق العلم واساس التقدم هو الخيال. نحافظ اولادنا على الخيال، نحافظ اولادنا على الاستماع والانصات لهم، نمدحهم بالكلمات، نشركهم او نخليهم يعملوا اعمال تصميمات مثلا هندسيه اي شيء، ده كله بيعمل ثقه بالنفس عند الاولاد. ما أرضوا معانا اتصال اخر من ام شريف، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور عندي مشكله، ممكن اقول؟ اتفضلي. في واحده قريبتنا اهلها بيعاملوها معامله وحشه جدا، فجالها عريس واتجوزت علشان تهرب من المعامله القاسيه دي، وبعد ما اتجوزت حست انها مش مستريحه معاه وما فيش تفاهم بينهم خالص، تعمل ايه يا دكتور؟ طيب شاكرين جدا، طبعا سؤال مهم جدا في العلاقات الزوجيه. برضو احنا بنقول ان كل شيء قائم على القبول، كل شيء يحدث بالقبول، واذا حدث القبول حدث الرضا، ودايما الزواج هو ايجاب وقبول. طيب النهارده الاسره بتعامل، برضو احنا بنتكلم في السياق اللي كان قبل كده، برضو معامله الاولاد داخل الاسره معامله سيئه، معامله قاسيه، في تفرقه بين الاولاد الولد والبنت برضو، ودي مشكله كبيره عند كثير من الاباء. وبعدين البنت بيجي لها اول ما يجي لها عريس عايزه تهرب من هذا البيت، فتروح تتزوج الشخص هي طبعا اللي هي يعني ممكن يكون مثلا ما تقبلتهوش، ممكن شكلها مش عاجبه، ممكن اشياء كثيره جدا. المهم انها بعد الزواج بتجد ان ما فيش توافق بينها وبينه، طيب تعمل ايه؟ اولا انا نصيحتي لهذه الفتاه او غيرها كثيرين، يعني اقعدي مع نفسك اكتبي مميزات هذا الشخص، المميزات بتاعته، والله راجل بيصلي، راجل بيعرف ربنا، راجل عنده أخلاق، راجل عنده بيت، راجل عنده عمل كويس، عنده دخل كويس، بيصرف عليا كويس، بيعاملني كويس، اكتبي كل مميزات هذا الشخص، تمام؟ وبعدين بعد ما تخلصي المميزات الصفحة في الناحية التانية اكتبي المساوئ اللي أنت شايفاها من وجهة نظرك أنت. لو انت عملت مقارنة العقل هيبدأ يعمل إيه؟ العقل هيبدأ يمنطق بقى. وهل ان انا فعلا ممكن احب الراجل ده واعيش معاه واستمر معاه بالمميزات بتاعته ديت مع بعض العيوب البسيطه ديت، ولا ما اقدرش استمر معاه؟ انا نصيحه، اذا انت قدرت تستمري وترضي بهذه المميزات بتاعته وترضي بهذه العيوب البسيطه، فانت تتقبلي هذا الله. اذا تقبلتيه هتعيشي بحاله رضا وهترضي، وربنا يبارك في هذا الزواج وتستمر الحياه. طيب انا ما قدرتش، هي ما قدرتش مثلا تعمل الكلام ده او تتقبل هذا الشخص، تعمل ايه؟ يبقى في الحاله ديت احنا بنقول يعني الاستمرار كده يعني اولا بيسيء للبنت ويسيء الى الزوج، هذا الزوج، فالانفصال هيكون احسن من بدايه الطريق. طيب اذا بقى انجبت اولاد وبقى عندها اولاد وذريه وكده تعمل ايه؟ احنا بنقول بقى عشان يعني صلاح البيت والاسره، فيعني هي تعتبر نفسها تزوجت هؤلاء الاولاد وترعاهم وتنميهم وهم يكونوا فرحتها، هم يكونوا حياتها،
وتفرح بيهم وتربيتهم وتوديهم المدرسه وتجيبهم المدرسه وتوديهم الحضانه، المهم انها تشغل نفسها واختها بهؤلاء الاولاد، وتعتبرهم هم يعني دول السند بتوعها وهم دول الثروه بتاعتها. احنا بنقول الكلمه بعض الكلمات القبور، الكلمه ممكن تؤثر على الانسان، ممكن تقتل انسان، ممكن تحيي انسان. وبعدين ان الرجل هو الكلمه، ان الرجل هو الكلمه، يعني الكلمة ممكن نفرق بين راجل عالم وراجل جاهل، راجل ناجح وراجل فاشل. ممكن نحكم على الرجل يعني من خلال هذا الرجل ساخط، عنده حالة سخط على الحياة وتذمر، أو هذا الشخص عنده حالة رضا وحالة يقين بالله سبحانه وتعالى. الكلمة هي مصدر البركة واللعنة، باركوا كل شيء في حياتكم، لا داعي للتذمر والسخط والسب واللعن والقذف، كل هذه الأمور بتبعدكم عن الذبذبات الإبداعية في الكون، بتخليكم تبعدوا عن هذه الطاقة، وبالتالي بتجلبوا لأنفسكم المصائب والكوارث. الكلمة هي مصدر الخير، الكلمة هي المتحدث الرسمي لله سبحانه وتعالى، الكلمة هي المتحدث الرسمي لإبليس. إذا كنت أنت النهاردة في الرضا حياة، بتدخلوا المدرسة الإلهية وبتتركوا المدرسة الإبليسية، يبقى لازم تكون الكلمات بتاعتنا هي كلمات الرضا والحمد والثناء على ما نحن فيه من الخيرات. الكلمة هي منهج الله تبارك وتعالى، وأما الكلمة الخبيثة هي منهج إبليس. الكلمة هي مصدر الصحة والمرض. إزاي الكلام ده؟ أنا كنت في إحدى المرات مع رجل من صعيد مصر، وكان رجل حكيم صراحة يعني، وأتذكر هذا الموقف. كل واحد جاي له يقول له أنا عاوز وصفة كذا، أعمل له وصفة كذا، تعبان. فواحد بيقول له أنا تعبان، فهذا الرجل نهر وقال له اوعك او اياك تقول هذه الكلمة. قال له ليه؟ قال له المرض له ودان، المرض بيسمع اللي انت بتقوله وبينفذه لك. فعلا عملية عقلية، انت بتقول انا مريض وتعبان وعيان، بتلاقي العقل كل هذا بينغرس مع العقل في العقل اللاواعي، وبعدين بيبدا يظهره لك في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني زار مريض فقال له طهور ان شاء الله. الرجل يعني سخط على هذه الكلمة ولم يرضى بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بل هي حمى تفور على شيخ كبير تصليه القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي كذلك، فمات هذا الرجل. يبقى إذن احنا نشبع عقلنا بعالم الصحة وعالم الشفاء، ونترك الكلمات التي يعني تدل على المرض. الكلمة أيضا هي مصدر الغنى والفقر. إزاي الكلام ده؟ قال تعالى ومن يستغني يغنيه الله. أنت النهاردة تشبع، شبع عقلك اللاواعي بأفكار الثراء، بلاش يعني تقعد تعرف أخبار الفقراء والأزمات والكوارث اللي بتحدث في العالم، شبع نفسك بقصص وحكايات الناجحين والأغنياء والأثرياء، وكيف عملوا مشاريع وكيف عملوا الثروات. هو ده اللي بتغذي بالمؤسسة البنكية في العقل اللاواعي. العقل اللاواعي بتاعك عامل زي مؤسسة بنكية كده، انت بتخزن فيه اللي انت عايزه سواء سيء او طيب، والمهم ان الاثنين بيؤتوا الثمار بتاعتهم، فانت اختار بقى، اختار الايجابي او السلبي. انت طوال الوقت بتصدر طاقة اهتزازية لأفكارك اللي انت بتفكر بيها، وهذه الطاقة بتجلب أو بتجذب إليها بتجذب إليك من نفس النوع ده حياتك، وظهر هذا في حياتك. عايزين نقول للناس إحنا إذا كنت أنت عايز تعيش حياة سعيدة، يبد أن يعني تتحمل أو تتكمل بحالة الرضا في داخلك. الرضا بيفتح لك آفاق من الخير كثيرة جدا. أيضا أنك أنت إذا أردت أن تكون الحياة جيدة بالنسبة لك، يعني تعود على العطاء. أعطي أولا، أعطي بوفرة، أعطي بامتنان، أعطي بشكر، سواء من وقتك، سواء من مالك، سواء من جهدك أو مجهودك، أعطي وسوف يعني يأتي إليك هذا أضعاف المضاعفة. قصة في العطاء، قصة الدكتور نجيب باشا محفوظ، هذا الرجل اللي هو كان رائد يعني طب الولادات المتعثرة في طب القصر العيني في القرن الماضي، وهذا الرجل هو اللي أنشأ هذا القسم في القصر العيني. وطبعا كان في قبل كده كان طبعا الموضوع ان الرجل يولد امرأة كان طبعا شيء غير مقبول في المجتمع، لكن كانت الداي هي اللي بتقوم بتوليد السيدات.
طبعا هو بعد كده طبعا كان في يوم كان هو عايز يسافر اوروبا، وبعدين مصبح مسافر عام 1908، وكان راح يشوف العمليات او الجراحات اللي بتتم في عمليات النساء والتوليد. فالمهم ان هو في ليله مصبح مسافر لقى سيده، هذه السيده جايه تعبانه من هنا بقى 4 شهور عندها عمليه ناسور، وهذه العمليه طبعا ما حدش عارف يعملها لها. فقالوا لها نجيب محفوظ في القاهره. فالمهم الدكتور نجيب محفوظ اجل السفر بتاعه اسبوعين عشان يعمل لها هذه العمليه. وبعدين قبل ما يسافر سمع هذه السيده بتقول او بتسال عليه مين اللي عمل لها العمليه. فجالها في اليوم التالي وسالته بتقول له اسمك ايه؟ قال لها اسمي نجيب. قالت له ام اسم والدتك ايه عشان ادالك دعوه؟ قال لها مريم. فقالت له ربنا يجعل في وشك جوهره وفمك سكره. طبعا هو اخر نفسه اسبوعين، ولما راح النمسا عشان يقابل الدكتور فيرتايم اللي هو كان مدير مستشفى النساء والتوليد، فكانت المفاجاه الكبيره جدا ان السكرتيره بتقول له انت حظك ممتاز، الدكتور فيرتايم كان في اجازه لمده شهر ولسه راجع النهارده، وان شاء الله بكره ممكن تشاهد العمليات الجراحيه معاه. يعني احنا بنقول ما تفعله من خير يرتد اليك، الخير لا يتغير لا في زمان ولا مكان، الخير هو الخير، والرضا هو الرضا. تشبعوا بحالة الرضا، املأوا قلوبكم وأنفسكم بالسلام الداخلي وحب الآخر وحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله، وتفائلوا بالخير تجدوه. برنامج رضا حياة هو برنامج لأسلوب جديد لحياة جديدة بنعيشها كلنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشبعنا بالرضا وأن يجملنا بالرضا وأن يجعلنا من أهل الرضا. ألقاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامجكم الرضا حياة.